السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي. النهارده فيديو جديد. اولا يعني عايزك تعذرني على المنظر الغريب اللي انت شايفني بيه ده. نعمل تربيه عسكريه بقى في الكليه عشان نتخرج منها، فطبعا اول مره في حياتي بصراحه احلق زير وكده، يعني مش متعود على كده، فلابس طاقيه مؤقتا. الناس اصلا بتشوفني في المحل محدش عارفني، متعودين بقى دقن وشعر وكده، فده فتره مؤقته يعني الناس تستحمل السحنه دي شويه. علموا الفيديو بتاع النهارده فيديو انا شايفه مهم جدا، عن معالجات الزيوم. ناس كتيرة ما بتتكلمش عليها، ناس كتيرة مش فاهمة فيها حاجة، وناس كتيرة تقول لك معالجات زيوم مش حلوة في الألعاب والكلام ده كله. فأنا النهاردة مش طالع أقول لك معالجات زيوم حلوة في الألعاب ولا، أنا طالع أفهمك كل حاجة عشان أنت يعني هخليك أنت اللي تحدد اختيارك، أنت اللي تشوف بقى أنت عايز تشتري معالجات من زيوم ولا عايز تشتري معالجات من الشركات التانية. قبل ما نبدأ كلامنا أنا بحب أرد على شوية أسئلة كده بتتسأل دايما. أولا، إيه يا يوسف معالجات زيوم دي؟ يعني زيوم دي شركة زي مثلا انتل وزي اي ام دي؟ ما احنا بنشوف انتل مثلا والانتل كور اي 5 واي 7 واي 3 وهكذا، وبنشوف اي ام دي بتعمل معالجات زي الرايزن والكلام ده كله. هي زيون دي برضو شركه بتعمل معالجات للزيون؟ لا، زيون تبع شركه انتل. وانت حتى لما بتلاقي الكيس اللي بيبقى فيها معالج زيون بتلاقي محطوط عليها اللي هو الستيكر وكده مكتوب عليه انتل زيون، ولما بتخش حتى بتشوف موديل بتاع اي معالج للزيون بتلاقي مكتوب قبلها انتل. فزيون دي فئه تبع انتل، زي يعني انتل بتعمل فئات كتيره زي انتل زيون وانتل كور. انتل كور بقى اللي احنا عارفينهم كور اي 5 وكور اي 7 وكور وهكذا، وانتل زيون بالموديلات بقى الكتيره اللي فيه، تمام؟ فزيون دي مش شركه لوحدها لكن هي شركه تبع لشركه انتل. السؤال التاني الناس بتسال وتقول لك يا يوسف هي معالجات زيون دي انا ما بسمعش عنها ليه؟ انا بصراحه كده ما بسمعش عنها غير في الاستيراد، ولا عمري شفت ناس بتبيعها جديده، وحتى ناس كتيره ما بتسمعش عنها، ما بتسمعش منها غير منكم انتوا بتوع تجار الاستيراد. ده لان معالجات الانتل زيون ما بتنزلش للافراد، يعني هي عموما حاجه مش بتبقى موجهه للافراد، هي بتبقى موجهه لشركات، بتبقى موجهه لسيرفرات، بتبقى موجهه لحاجات كبيره، لان المعالجات دي زي ما بنشوف دايما بتلاقي فيها عدد كورز كتيره، ومش المستخدم العادي او الناس قليله قوي اللي بتحتاج الكورز دي. فهي الشركات بتهتم او يعني انت عموما بتهتم بتقديم البروسيسورات دي للشركات اللي بتحتاجها في سيرفرات، انما انت كمان مستخدم عادي هتلاقي الانتل كور بقى بكل انواعه، الاي 3 والاي 5 والاي 7 والاي 9، هم دول المنتشرين وهم دول اللي انت عارفهم، تمام؟ عشان كده دايما يعني خدها قاعده كده، لما بتسمعش عن حاجه كتير ما بتبقاش عارفها قوي، عشان كده الناس ما بتسمعش عن انتل زيون هنا في مصر، ان ما حدش بيبيع انتل زيون جديد. يعني انت لو نزل السوق تشتري تجميع جديد مفيش حاجه اسمها تلاقي بروسيسور انتل من زيون بقى وتقعد تقارنه بانتل الكور وهكذا، تمام؟ فاحنا بنشوف الاستيراد، طبعا احنا عارفين الاستيراد بيجي من شركات، فبالتالي بيجي سيرفرات، فبالتالي بيجي فيها المعالجات دي. سؤال رقم ثلاثة، وصراحة السؤال ده أنا بعتبره مش مفهوم أوي بالنسبة لي. واحد بيقول لي هو أنا سمعت المعالجات زيون بتسخن أكتر من معالجات الإنتل كور العادية. السؤال ده بالنسبة لي غريب ليه؟ لأن المفروض المعالج يسخن، يعني أي معالج، المعالج ده هو عقل الجهاز، وأنت أول ما بتقيد الجهاز بيبدأ المعالج يشتغل، فأنت محمل ضغطك على الجهاز، فطبيعي المعالج يسخن، تمام؟ اللي مش طبيعي بقى ايه اللي يحصل؟ ان سخونه المعالج توصل لدرجه انها خلت الجهاز يعمل ثروتلنج ويقفل، تمام؟ فدي طبعا حاجه مش طبيعيه. انما ده الجهاز واصل معاك بشكل طبيعي، لسه كلام عن درجات الحراره بس، انما انت الجهاز شغال معاك بشكل طبيعي يبقى كده درجه الحراره بتاعت البروسيسور طبيعي. يعني عندنا معالجات النهارده في الاي 9 بعد ما بيتحط لها كولر وبعد كل الكلام ده درجات حرارتها بتوصل تحت الضغط في التسعينات. فمعنى كده ان الاي 9 ده وحش؟ لا، هو درجه حراره البروسيسور ده متصنعه كده، تفهمين قصدي؟ ومعمول كده كده في اي بروسيسور واي قطعه في الجهاز، لو درجه الحراره عالية فوق يعني فوق الطبيعي بتعمل ثروتلنج الجهاز والجهاز بيقفل لوحده، تفهمين قصدي؟ فمفيش حاجه اسمها معالجات الزيون بتسخن ومعالجات الانتل كور مش بتسخن، تمام؟ بالنسبه لمعالجات انتل زيون كل حاجه على حسب اولا مروحه التبريد، تمام؟ تاني حاجه على حسب الكولر اللي انت بتحطه، لكن درجه الحراره حتى لو هقول لك ان هي اعلى من انتل مثلا اللي ما يعادله بثلاث اربع درجات ده شيء طبيعي جدا، زي ما قلنا كل بروسيسور ليه درجه حراره بيوصل لها، ما دام الجهاز مش بيعمل معاك ثروتلنج او بيقفل او بيعمل اي مشكله فكده انت في الامان، مفيش اي مشكله تخاف منها، ولا ده بيأثر على العمر الافتراضي بتاع المعالج ولا اي حاجه من الكلام الهري اللي بنسمعه ده. سؤال رقم اربعه والاخير، وده بقى سؤال هنقف عليه شويه وهنرغي فيه شويه، تمام؟ معالجات يا يوسف الانتل زيون تنفع الالعاب؟ بص قبل ما اكلمك على معالجات الانتل زيون بقى اقول لك تنفع الالعاب ولا لا، انا هشرح لك المعالج ذات نفسه بيتكون من ايه، واحنا ازاي بنقول المعالج ده ينفع الالعاب والمعالج ده ما ينفعش الالعاب، وانت هتحدد اختيارك، يعني انت هتفهم بقى الدنيا ماشيه ازاي. اولا يا جماعه كل معالج، بص انا عايز اضرب مثال بس عشان واحنا بنشرح كده انا بحب اخلي ببساطه احمالي عشان اللي قاعد ما عندوش علم خالص بالموضوع ده يفهم فيه. اول حاجه اعتبر ان البروسيسور، طبعا احنا بنقول دايما البروسيسور ده عقل الجهاز، يعني كل حاجه في الجهاز هو ده العقل المدبر في الجهاز، فاحنا هنعتبر البروسيسور ده عباره عن مصنع. المصنع المفروض يكون فيه مين؟ يكون فيه عمال، عمال شغالين جوه المصنع.
العمال اللي شغالين جوه البروسيسور هم النواة، او بيطلق عليها اسم الكور. عشان كده لما بنيجي نتكلم على اي بروسيسور بنقول ده مثلا فيه كام كور، المعالج ده فيه 4 كور، فيه 8 كور، فيه 100 كور، ايا كان، فده عدد الانوية اللي موجودة في المعالج. طب ايه فايدة الانوية؟ الانوية دي عبارة عن وحدة معالجة بتعالج البيانات عشان البروسيسور يعرضها لك في الاخر، تمام؟ وكل ما كان عدد الانوية اكتر، كل ما كان بالنسبة لك العمليات اللي انت بتعملها بتتعمل بشكل اسرع، اللي زي ما بيقولوا كده ايد لوحدها ما تسقفش. فانت لما معاك انوية اكتر، فالانوية بتساعد بعضها انها بتساعد لك في انهاء العمليات بشكل افضل، تمام؟ طيب حلو، اوكي من لحد هنا. ايه بقى الثريد؟ دايما بنتكلم لما بنيجي نقول مثلا المعالج ده فيه عدد كورز كذا وفيه عدد ثريد كذا، كل كور، كل وحدة معالجة بيبقى فيها 2 ثريد. عشان كده هتلاقيني دايما لما باجي اقول لك المعالج ده فيه 14 كور هتلاقيني بقول لك 28 ثريد، المعالج ده 6 كور 12 ثريد. هتلاقي دايما ان الثريد ضعف عدد الكور، لان كل كور واحد فيه 2 ثريد. خلينا نعتبر مثلا العمال اللي في المصنع دول وظيفتهم مثلا بيعبوا منتجات جوه كراتين، تمام؟ فانت طبعا ركز معايا، المصنع هو البروسيسور والعمال هم الكور او وحدات المعالجه اللي احنا قلناها من شويه، او النواه، تمام؟ فدلوقتي انت لو عامل شغال لوحدك، فانت هتجيب الكرتونه لسه هتقعد تظبطها انها تبقى طعم متنيه، فتقعد تظبطها عشان تخليها بشكل قالب، وتبدا تحط فيها العلب وبعد كده تقفلها. فطبعا انت في حتى لو في كورز كتيره فالعمليه بتاخد وقت، لان ايه؟ على ما الكور يخلص العمليه. ده هنا بقى بيجي فايده الثريد. الثريد ده عامل كده اكنه العامل المساعد للكور، واحد واقف جنب الكور، فبدل الكور لسه ما هياخد الكرتونه ويقعد لسه يظبطها ويعملها عشان يحط فيها، لا، الثريد واقف جنبه ويظبط له الكرتونه ويديها له، فبيعبي على طول. فمن الاخر عشان ما ادخلكش في تفاصيل كتيره عشان ما لخبطكش، الثريد ده عباره عن عامل بيساعد الكور ان هو ينجز اسرع، ان الكور بيعمل العمليات بشكل اسرع، تمام؟ كده فهمنا فكره الثريد. ايه بقى مصطلح الهايبر ثريدنج؟ طبعا بنسمعه بيقول لك المعالج ده يدعم الهايبر ثريدنج، المعالج ده لا يدعم الهايبر ثريدنج. باختصار شديد عشان برضه الناس تبقى فاهمه ايه هو الهايبر ثريدنج، انت دلوقتي لو فتحت اي معالج، لما بنقول مثلا المعالج ده 4 كور في او كواد كور ايا كان يعني، فانت لما بتفتح المعالج بتلاقي فيه 4 كور فعليا، يعني بتلاقي 4 وحدات معالجه جوه الكور، يعني حاجه فيزيائيه، حاجه ملموسه، الكور ده مش حاجه وهميه، حاجه ملموسه، تمام؟ الهايبر ثريدنج ده احنا قلنا كل كور فيه كام ثريد؟ فيه 2 ثريد، تمام؟ فمثلا انا لو معايا معالج بيدعم الهايبر ثريدنج، والمعالج ده مثلا فيه 4 كور، فالمفروض يبقى فيه كام ثريد؟ يبقى فيه 8 ثريد. شركة انتل عملت ميزة الهايبر ثريدنج، طبعا هي اول شركة عملتها، بعد كده الناحية التانية ام دي عملتها، ان هي من الاخر بتخلق كرات وهمية وثريد وهمي. يعني مثلا المعالج ده فيه 4 كور و8 ثريد، تقول لك لا، المعالج ده فيه 8 كور و16 ثريد. طب انا فتحت المعالج من جوه وما لقيتش فيه غير 4 كور اللي انا شايفهم قدام عيني، لا، شركة انتل قالت لك احنا عملنا حاجة وهمية، خدعنا النظام من الاخر اللي احنا شغالين عليه، سواء نظام ويندوز او اي نظام تاني، ان هو شايف ان المعالج ده مش 4 كور، المعالج ده 8 كور. وطبعا لو المعالج بيدعم الهايبر ثريدنج، طبعا دي حاجه كويسه، لان انت بيديك يعتبر اداء يصل الى ضعف اداء المعالج، انت معاك هايبر ثريدنج فبالتالي معاك ضعف الكورز اللي معاك، تمام؟ كده انا شرحت لك ايه هو الكور وايه هو الثريد، عشان لو انت بتسمعهم بعد كده تبقى فاهمهم. تالت حاجه وهي مهمه جدا جدا جدا، وهي سرعه الكور، سرعه وحده المعالجه، تمام؟ ودي مهمه قوي بقى ونركز فيها، عشان هي دي بقى اللي هندخل في حته فيو وهتنفع الالعاب ولا لا. من الاخر هي طبعا بنلاقي مثلا بعد ما بنشوف موديل الجهاز، اي موديل جهاز بعد ما بنشوفه بنلاقي مكتوب بعد كده تردد، بيبقى مكتوب جنبها جيجا هرتز، ممكن 3.3 من 10، ممكن 2.4 من 10، ممكن 3 4، وهكذا. ايه هو التردد او وحده سرعه النواه؟ ده بيقيس لك سرعه النواه ذات نفسها. احنا قلنا نواه اعتبرناها بعامل في مصنع اللي هو بيحط الحاجه جوه الكراتين، في عامل ممكن تكون ايده بطيئه بيحط الحاجه ببطء، في عامل تاني ممكن يكون ايده سريعه وبيحط الحاجه بسرعه، صح كده؟ فاحنا هنا بقى بنقيس سرعه العامل اللي هو النواه اللي هو الكور بالجيجا هرتز، اللي هي سرعه التردد. طبعا كل ما كانت الجيجا هرتز اسرع او رقمها اكبر، كل ما ده كان افضل، ان هنا كده الكور اداؤه افضل واداؤه اسرع، الكور الواحد شغال بشكل اسرع. كده الناس فهمت معايا لحد هنا؟ كويس قوي. هنا بقى هنبدا نتكلم على معالجات الانتل فيو ونرجع لها تاني، وليه الناس في ناس بتقول لك الانتل فيو ما بينفعش للالعاب. عندي معالج مثلا زي الانتل زيون اللي انا عرضته قبل كده، اللي هو في الزد 440، اسمه اي 5 2680 في 4،
لو بصينا على الامكانيات بتاعت المعالج ده، المعالج ده يا جماعه فيه 14 كور 28 ثريد. انت واحد هتسمع الكلام ده 14 كور و28 ثريد، طبعا ده معالج جبار. هنيجي نبص لسرعه بقى الكور الواحد، هتلاقيها ان هي 2.4 جيجا هرتز، وماكس تيربو 3 جيجا هرتز. ماكس تيربو ده يعني اقصى حاجه للمعالج بيوصل لها، اللي هو الرقم الثاني، تمام؟ هتلاقي في معالجات مثلا في الانتل كور بقى الاي 7 ممكن توصل ماكس تيربو 4.5 جيجا هرتز. الانتل كور معظم المعالجات اللي فيها هتلاقي ان تردد النواه عالي، انما اللي بيميز معالجات الانتل زيون ان هتلاقي فيها الكورز والثريد اكتر من الانتل كور، تمام؟ طيب انا يفضل اختار بقى انهي، اختار معالج انهي؟ انا وانا بختار يا جماعه لازم اركز على حاجتين. اول حاجه اركز عليها البرامج اللي انا بشتغل عليها، الالعاب اللي انا هلعبها، اللعبه او البرنامج ده بيتطلب اكتر الكورز، يعني بيعتمد ان هو بيعمل عمليات كتيره، او اللعبه دي بتعمل عمليات كتيره فمحتاجه كورز اكتر، ولا هي مش بتحتاج كورز كتيره فانا محتاج ادور على سرعه النواه انها تبقى اعلى. يعني مثلا انا لو معايا برنامج بيعتمد ان مثلا محتاج 10 كور، محتاج 15 كور وبيعمل المعالجه او بيعمل ريندر، عشان كده بنقول البرامج الهندسيه بتحتاج كورز كتير ان هي بتعتمد على كذا كور في انها تخلص العمليه، تمام؟ فالبرنامج ما بيهتمش بسرعه الكور 2 جيجا هرتز 2.4 3، المهم ان يبقى في كورز كتير عشان محتاجهم معايا. طب تعالى مثلا نضرب مثال الالعاب، هي مش كل الالعاب لكن في بعض الالعاب ما بتعتمدش على كورز كتيره، ممكن لعبه تلاقي محتاجه 4 كور بس. يعني انا معايا معالج فيه 14 كور، هي عايزه 4 كور، فانت خدت من المعالج كام كور؟ خدت 4 كور، في 10 كور 10 كور كده مركونين مش مستخدمين. طيب تعالى ال 4 كور انتوا سرعتكم قد ايه؟ انا سرعتي 2.4، لا بطيئه، لان انا ممكن بنفس الفئه دي اجيب حاجه من انتل كور اي 5 مثلا هيكون فيهم 4 كور بس، لكن تردد اعلى، يبقى 3.4 او 3.3 جيجا هرتز، فهيدي اداء احسن، تمام كده؟ طب هل كل معالجات الانتل زيون التردد بتاع البروسيسورات بتاعتها ضعيفه؟ لا، احنا دايما عشان كده بقول لك بقى انت ايه، انت اللي بتختار. عندك مثلا انتل زيون بينزل في نفس فئه وسعر اللي هو 2680 في 4، اسمه 1650 في 4. ال 1650 في 4 ده بينزل ب 6 كور بس، يعني 14 كور اكتر من ضعف الكورات فيه، لكن بيبقى تردد البروسيسور 3 جيجا هرتز وبيوصل ماكس تيربو 3.6. اي نعم مش زي معالجات الانتل كور اي 7 والحاجات دي، بس ستيل اعلى من الثاني. فانت اللي بتختار، انت اللي بتشوف انا محتاج مثلا شغال على برامج ريندر او برامج هندسيه بتحتاج كورز كتيره، فساعتها ما بيهمنيش سرعه المعالج قد ايه، على قد ما بيهمني ان المعالج ده يكون فيه كورز كتيره عشان يعمل لي شغل. انت واحد بتلعب لعبه، مش شرط كل العاب فيه العاب فكره بتحتاج كورز كتيره، بس انا بقول مثلا انت بتلعب لعبه مش محتاجه كورز كتيره لكن بتركز على كورز قليله، فانت لازم انت تركز على سرعه المعالج عشان الكورز القليله دي تعرف تاخد منها افضل اداء ممكن. حاولت اشرح لكم الموضوع بابسط طريقه ممكنه عشان الناس تبقى فاهمه عموما الانتل زيرو، وطبعا شرحنا كده الكور والثريد وسرعه البروسيسور، عشان انت وانت بتختار اي معالج تبقى انت فاهم انت بتختار بناء على ايه، وتفهم كده المعالجات مش بتسمع ارقام وخلاص. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. الفيديو ده طبعا بقالي فتره عايز اصوره، بس هو لقيت ناس قاعد كده فقلت اصوره لكم. لو عجبك الفيديو بقى تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه عشان تشوفك دايما كل فيديوهاتنا اول باول. كان معاكم يوسف الشبراوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.